جعل الشهر المبارك وفق الله وبارك شهر شعبان المفضل فاجتهد يا صاحي واعمل. جعل الشهر المبارك وفق الله وبارك شهر شعبان المفضل فاجتهد يا صاحي واعمل. فهو شهر فيه غفلة فاغتنم بالصوم فضله ترفع الأعمال فيه فارفعا ما ترتجيه أكثرا فيه الصيام فزمن للصوم راما سيما صوم القضاء فاقضه قبل انقضاء. صم ولو قد فات نصف في حديث النهي ضعف لتصم في يوم شكي فحديث النهي زكي دون من صام لعادة فله الصوم عبادة واقرأ القرآن ليلا ونهارا تلقى نيلا. فهو شهر القارئين في الهدى السالفين شهر شعبان يربي كل ذي قلب ولبي فتزود منه ذخرا واعملا لله شكرا إن للطاعة فيه أثرا فيما يليه. من يكن في ذا مجدا يبني في تاليه مجدا فهو كالنفل المقدم من يفرط فيه يندم. ربي بلغنا الصيام في هدى عاما فعاما وأنلنا منك فضلا منه يغدو الصعب سهلا وعنلنا منك فضلا منه يغدو الصعب سهلا كلنا عونا بذكري وبإحسان وشكري وأعنا وانفع عنا ما به القلب تعنى. جاءنا الشهر المبارك وفق الله وبارك واعنا وانفع عنا ما به القلب تعنى. جاءنا الشهر المبارك وفق الله وبارك. قناة محمد المدعث. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.